طبعا على الفقرة الثانية وهو التقرير اليوم العالمي للفساد. طبعا كنا في كورنيش السويس الجديد مع أبنائنا هناك بالدراجات بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة والجهاز التنفيذي هناك، وانتقلنا بكاميرا برنامج الجريء إلى جامعة السويس وسجلنا هناك مع رئيس الجامعة ومع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ومع السيد نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان ومع الأستاذ محمود الفولي. وهناك تم طبعا يعني التنبيه والتوعية عن الناس اللي هي المرتشيين، الناس اللي المختلسين، الناس اللي بتختلس الأموال، الناس اللي بتاخد الرشوة اللي هي الرشوة. كل ده هنطلع وهنشوفه. يا ريت السيد المخرج لو جاهز يطلعني لتقرير يعني السادة المسؤولين ونرجع نعلق عليه. رمضان نائب السيد المحافظ، احنا النهارده كنا في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السويس. النهارده اليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور اللواء محمد عيسى مدير الرقابة الإدارية بالسويس وبحضور الدكتور سيد شرقاوي رئيس الجامعة. وحضرتك النهارده يعني مشرف الجامعة، كلمني النهارده ايه اللي حصل؟ يعني النهارده كان طبعا احتفالية محافظة السويس باليوم العالمي لمكافحة الفساد. السيد الوزير المحافظ يعني أنا ابني في الحضور، ونقلت تحيات سيادته وشكره وتقديره للجامعة لاستضافتها الاحتفالية والمجهود هيئة الرقابة الإدارية بالسويس. وزي ما دايما يمكن سيادة الوزير اتكلم فيها أكتر من مرة، إن كل وفر يتحقق من محاربة الفساد هو في الآخر بيعود إلى المواطن في صورة خدمات. ويمكن لو بصينا على المستوى الكلي في الجمهورية المصرية، يعني لو خدنا بالنا كده تضاعف حجم الإنفاق الحكومي لمرات خلال 6 سنين اللي فاتت، ده بجزء منه بيرجع لحوكمة الإنفاق في مصر وضبطه ومحاربة الفساد فيه. كمان إنه ما بقاش في حد يعني بالبلدي كده محدش كبير على الغلط، والمسؤولية تطال أي حد يغلط. فده دايما بيدي يعني يلقي الضوء على إن مصر النهاردة دولة بتنقي ناسها اللي بتشتغل فيها، وبالتالي بيتبان معدن كمان الشعب المصري الأصيل اللي هو أصلاً يعني في طبعه دايما العيب والاصول والحلال، وبالتالي مناهضه الحرام، لانه من الاساس محاربه الفساد هو امر الهي. فاحنا بنتمنى ان كل الناس دايما والاجيال القادمه تبقى شايفه القيم دي قدامها دايما وتهتم بيها، وده دايما بيؤدي لمزيد من الخير والسعاده للمصريين. دكتور سيد، النهارده يعني كان يعني اللواء محمد عيسى مدير الرقابة الإدارية بالسويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب السيد المحافظ اليوم العالمي لمكافحة الفساد. كلمني النهارده ايه اللي تم في الندوة داخل القاعة الكبرى بالجامعة؟ طبعا النهارده اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وكانت أعدادنا للمحاضرة دي أو الندوة ضمن الندوات اللي بتنظمها جامعة السويس. كانت بدأ بعض الندوات منها الإصلاح الاقتصادي في مصر واللي حاضر فيها الدكتور أشرف العربي، والنهاردة ندوة أخرى متحدون لمكافحة الفساد. كان الهدف من الندوة اللي أعددنا ليها بحضور اللواء محمد عيسى رئيس مكتب الرقابة الإدارية في السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمستهدف كل الفئات اللي كانت حاضرة النهاردة عشان يعرفوا يعني إيه مفهوم الفساد وطرق مكافحته، سواء كان المنع أو الملاحقة. بالنسبة للفساد، بعض الطلبة والكثيرين فاهم أن الفساد ممكن يبقى فساد مالي فقط، لكن هناك فساد مالي وفساد إداري، حتى الطلبة لازم يعرفوا كل المفاهيم دي. فكان ده الهدف من الندوة النهاردة. الغش مثلا في الامتحانات ده فساد، في فساد لازم يعرف الطالب أن مفهوم الفساد مش بس فساد إداري أو فساد مالي. الموظف داخل الجامعة أما يعطل
مصالح الناس، ده فساد. الموظف مثلا ما يخرب في مدرج، او الطالب يخرب في مدرج، او احد منشآت الجامعه، ده فساد. فكان الهدف من الندوه النهارده تعريف الشباب او الطلبه بمفهوم الفساد وطرق الوقايه منه ومكافحته. فالحمد لله هتتوالى الدورات التدريبيه داخل الجامعه من هيئه الرقابه الاداريه، وبحيث يستفيد منها كل منسوبي جامعه السويس ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا دكتور. انا بشكر حضرتك كثيرا. استاذ محمود، النهارده احنا كنا في ماراثون على كورنيش السويس الجديد بشارع الجيش، تحت طبعا اشراف وتعليمات السيد الوزير المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، وطبعا تحت رعايه السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. وشفنا ابنائنا النهارده على كورنيش، يعني السيد الرئيس مشدد على حته الرياضه والدراجات، حاجه جميله جدا. وانتقلنا من كورنيش السويس الجديد الى جامعه السويس. كلمني اليوم النهارده حضرتك المشاركه المجتمعيه من قبل مديريه التربيه والتعليم بالسويس. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. مشاركه ابنائنا من ابناء التربيه والتعليم دليل على اننا نسيج واحد، نعمل تحت ظل مظله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اولى الرياضه اهتماما بالغا. فابنائنا اليوم كانوا في عرس جميل، عزفوا اعزب السيمفونيات التي تعزف في السويس الباسله في صباح باكر بسباق الدراجات على كورنيش السويس الجميل، لنعطي للناس جميعا اننا بذل الامن والامان، واننا دائما وابدا مع مصر في مكافحه الفساد. واليوم العالمي لمكافحة الفساد اللي هو 9 ديسمبر من كل عام يأتي وتضرب الرقابة الإدارية الموقرة بيد من حديد على كل مفسد في مصر المحروسة، ولن نسمح للمفسدين مهما كانت لهم أيدي تلعب في الخفاء أن يعبثوا بمقدرات الوطن. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أشكرك يا أستاذ محمود. عفوا، شكرا لحضرتك يا فندم. طبعا التقارير تتحدث عن نفسها أمام السادة المشاهدين. سمعنا السيد الدكتور عبد الله رمضان نائب السيد المحافظ، وكان حاضر عن السيد المحافظ قال إيه، وسمعنا الدكتور سيد شرقاوي رئيس جامعة السويس، وسمعنا الأستاذ محمود الفولي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالسويس طبعا قال إيه. إحنا طبعا ضد الفساد، يعني الكلام هناك كان من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة السويس اللواء محمد عيسى، والراجل شرح كل حاجة هناك أمام الطلبة بالجامعة. اتكلم عن الرشوة، اتكلم عن الموظف الفاسد، اتكلم عن الموظف اللي بيعطل مصالح المواطنين أو بيعطل مصالح الطلاب، اتكلم عن الفساد عامة أمام الناس كلها. طبعا احنا بنقول لا للفساد، مفيش راجل حر بياكل حرام، مفيش راجل كبير راجل محترم بياكل حرام، مفيش موظف محترم بياكل حرام أو بياخد رشوة. ده ربنا قال حتى في سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دقت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ربنا اتكلم عن المال الحرام اهي في سورة الفجر، كلام ربنا بآياته صريح، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تراث المال الحرام الصديد، ياريت الناس تاخد بالها شوية. هنقف قدام المولى عز وجل بمفردنا، مفيش راجل حر، مفيش راجل محترم، مفيش راجل نضيف بياكل حرام. احنا ضد الفساد، لا للرشوة، والناس اللي بيتم القاء القبض عليها من صقور هيئة الرقابة الإدارية على مستوى جمهورية مصر العربية تحت تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس. طبعا المختلس الرشوة، كل الفلوس اللي بترجع دي
لصالح الدولة والمواطن. أنا بقولها صريحة، الفلوس اللي بترجع دي، الناس اللي بتختلس، الناس اللي بتاخد رشوة، الناس الكلام ده اللي بيتم إلقاء القبض عليهم، الحاجة دي لصالح مصر، لصالح المواطن. فأنا مش هتكلم كتير، التقرير اتحدث عن نفسه، ويعني أنا ممكن أطلع برضو لو السيد المخرج معاه التقرير بتاع رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عيسى، هنشوف هيقول إيه في التقرير بتاعه ونرجع تاني. طبعا سمعنا اللواء محمد عيسى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالسويس قال إيه عن الرشوة وقال إيه عن الفساد. بكده هنكون انتهينا من فقرة طبعا اليوم العالمي للفساد